زي ما انتوا شايفين يا جماعه الميه غلت عندي، ميه المكرونه فيها ملح. ما بحط الزيت يا جماعه على مكرونه البشاميل، ملح بس. انزل بالمكرونه بتاعتي. باخدها يا جماعه مش سوا كامل، نص سوا عشان تكمل سوا في البشاميل اللي بتاعها، يعني يا دوبك بس غلوه كده. وهطفي عليها زي ما احنا شايفين يا جماعه. سلقت المكرونه نص سلقه، ببدا اعمل البشاميل بتاعي. كميه زيت مع سمنه كده، الزيت مع السمنه او الزبده. بقدحهم كويس، سخنهم كويس، وانزل بالدقيق بتاعي. دول كوبايه دقيق، مج دقيق عادي يا دوبك بس ياخدوا لون. وهنزل باللبن بتاعي. بعد ما الدقيق خد لون معايا يا جماعه، نزلت باللبن بتاعي بالمضرب كده على طول عشان ما يكلكعش مني. ولو كلكع منك ما تخافيش، ممكن تاخديه ضربه في الخلاط، بس لو انت ايدك فيه كده على طول اول ما تنزلي باللبن ان شاء الله مش هيكلكع منك. نبدا نحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب كده. البشاميل يا جماعه خلص معانا، بظبط الملح وكل حاجه. نبدا بقى نعصج الكبده بتاعتنا، لكن البشاميل على جنب ونعصج الكبده. نبدا نعصج الكبده بتاع المكرونه يا جماعه. عندي شويه زيت على سمنه، انزل بالبصله بتاعتي، بصله مفرومه ناعم زي كده، احمرها وانزل بالكبده بتاعتي. نفس تعصيبه اللحمه بالظبط اللي عملناها قبل كده، بس الفرق ان دي كبده. خلاص اديتها سلقه الاول، سلقه ببصله وورقه اللورا وحبهان عشان اقدر ايه اقطعها واتعامل معاها زي كده. خلاص ده سلق الاول، بعدين اقطعها وابدا اشوحها دلوقتي ببصله بفلفل زي ما احنا شايفين. البصله احمرت معايا اهي، نزلت بفصين توم يا دوبك بس ريحتهم طلعت كده. بسم الله، انزل بالكبده بتاعتي اشوحهم كده مع بعض، واضيف عليهم بس يا جماعه معلقه صلصه، معلقه واحده بس مش حاجه يعني، والفلفل بتاعي طبعا. زي ما تشوفوني يا جماعه دي لحمه مفرومه كانت عندي في التلاجة متعصره جاهزه، كانت باقيه من جلاش. طبعا تعصبت الجلاش والمكرونه واحده، بتبقى جميله جدا جدا مع الكبده. جربيها ان شاء الله مش هتندمي. اللحمه مع الكبده يعني في المكرونه بجد جميله جدا. ياخدوا بس تقليبه كده تشويحه مع بعض وهطفي. طبعا اللحمه عندي متعصجه من قبل كده، والكبده واخدها سلقه، يعني كله خلصان معايا اهو. حط بقى التوابل بتاعتي، ملح ملح وفلفل اسود ورشه قرفه ورشه جوز الطيب وكمون طبعا. زي ما احنا شايفين يا جماعه المكرونه بتاعتي اهي، البشاميل بتاعي اهي ده خالص. بسم الله، هنزل بكبشتين كده البشاميل على المكرونه بتاعتي، هقلبهم في بعض. قلبت البشاميل على المكرونه يا جماعه الصينيه بتاعتي. بعد ما حطيت البشاميل على المكرونه اتاكد ان البشاميل بتاعي ده خالص، احط عليه بيضتين. انا عملت قبل كده البشاميل معاكم بالجبن، بميكس جبن كان جميل جدا. هجربه النهارده معاكم بالبيض، برضه جميل جدا، بس لازم يكون البشاميل بارد عشان البيض ما يستواش معايا، او تقلبه بسرعه بسرعه قبل ما البيض يستوى. تقلبي على طول على طول. هبدا احط شويه بشاميل في قاع الصينيه. نزلت بشويه بشاميل كده، هبدا انزل بنص كميه المكرونه اللي عندي. زي ما احنا شايفين يا جماعه نزلت بنص كميه المكرونه بتاعتي، حطيت عليها شويه بشاميل. هبدا هنا احط يعني ميكس اللحمه والكبده. بجد يا جماعه جربيها ان شاء الله مش هتندمي. الكبده مع اللحمه بيدي طعم جميل جدا. نفرد اللحمه بتاعتنا كده، زي ما انتم شايفين يا جماعه خلصت صينيه المكرونه بتاعتي. حطيت الكبد واللحمه، نص كميه المكرونه، حطيت البشاميل. دي بيضه يا جماعه، بيضه
رشه ملح وفلفل اسود. هبدا افردها على وش المكرونه بتاعتي. هبدا احطها في الفرن يا جماعه، هحطها على الرف الثاني وهولع تحت، واول ما تنشف معايا وتستوى اديها وش تحت الشوايه على طول، وهرجع لكم تاني. ودي يا جماعه كانت صينيه المكرونه بتاعتي، بجد حكايه، طعمها جميل جدا جدا وريحتها ولا اروع من كده، وطريقتها سهله ما خدتش معانا وقت. يعني شفتوا الخطوات معايا، البشاميل وبعصج الكبده ازاي، يعني بجد طريقه الكبد جميله جدا جدا. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبك الفيديو متنسيش في لايك وشير اشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي يا جماعه كانت صينيه المكرونه بتاعتي، بجد حكايه، طعمها جميل جدا جدا وريحتها ولا اروع من كده، وطريقتها سهله ما خدتش معانا وقت. يعني شفتوا الخطوات معايا، البشاميل وبعصج الكبده ازاي، يعني بجد طريقه الكبد جميله جدا جدا. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبك الفيديو متنسيش في لايك وشير اشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.